طيب برضو هنطمن حضراتكم على اللعيبة بتوعنا، لأن للأسف الشديد برضو بيرس تاو زي ما احنا يعني تابعنا هو كان عنده مشكلة، وللأسف الشديد الأشعة برضو أصفرت على تمزق في العضلة الأمامية أو تأكيد يعني الإصابة، فهو هيحتاج 4 أسابيع تقريبا كريم على الأقل عشان يعود بقى بعدها للتدريبات الجماعية. وهو بالفعل برضو خليني أقول لحضراتكم بدأ في جلسات العلاج الطبيعي ده امبارح ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي اللي بيحدد يعني للاعب بعد ظهور نتيجه الاشعه. فطبعا خبر مش حابينه، حاجه كناش نتمنى ان هي تحصل. قلنا الكلام ده في بدايه الموسم، قلنا الموسم اللي فات احنا كان عندنا اصابات وكوارث بصراحه وغيابات، لكن كنا نتمنى هذا الموسم يكون خالي، لكن للاسف الشديد كل حاجه تتمناها يعني، ودي كره قدم في الاول وفي الاخر. فيعني بس المهم ان هو يتلقى العلاج بشكل بس سليم. طبعا برده ما تنسيش فكره ان انت راحت يعني كاس العالم للانديه وانت عندك مجموعه مهمه من اللعيبه مع المنتخب، ولكنها في النهايه هي مهمه وطنيه، واحنا بنتكلم على منتخب بلدنا بطبيعه الحال. ضغط ضغط من الناحيه الثانيه طبعا، من كل النواحي، ده كده من كل النواحي.